تنضم إلينا من لندن، من واشنطن عفوا، الأستاذة هبة القدسي مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط. أستاذة هبة صباح الخير. يعني حتى الآن المواقف الأمريكية ليست بالحدة التي كان يخشى منها في مثل هذه الأحوال، ربما الموقف الأكثر حدة جاء من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي وصف هذا العمل بأنه سيدعو إلى تفعيل المادة الخامسة من ميثاق ناتو، وهو الدخول ربما في صراع مباشر مع الدولة التي تهاجم دولة حلف في حلف الناتو. لكن المواقف الأمريكية الرسمية أكثر من ذلك كانت ربما أقل حدة، كيف تصفين رد الفعل الأمريكي حتى الآن؟ نعم، كان بالإمكان أن تطلق الولايات المتحدة الاتهامات بشكل مباشر إلى روسيا وتلقي عليها بالمسؤولية واللوم في هذه الصواريخ التي سقطت في شرق بولندا، لكن الموقف الأمريكي كان متوازنا جدا ويحاول الاعتماد على ما ستسفر عنه التحقيقات. من السهولة بمكان وفق للتكنولوجيات المتقدمة أن يتم معرفة من أين أطلقت هذه الصواريخ وسرعتها وأين سقطت ولماذا وكل الظروف المحيطة بعملية إطلاق هذه. والرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصاله بالرئيس البولندي أبدى استعداده للمشاركة في هذه التحقيقات. نعم، نحن نشهد في الساعات القليلة الماضية ومستمرة حتى الآن دبلوماسية اتصالات مكثفة، سواء من الرئيس بايدن وهو في مدينة بالي في أندونيسيا، اتصل بالفعل بالرئيس البولندي وأعرب عن دعمه الكامل لبولندا وعن استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في هذه التحقيقات. هكذا أيضا كانت اتصالات ما بين وزير رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس البولندي، وهناك تواصل كبير.